سوا على الهوا. سوا عطول سوا على الهوا. ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. قصص النجاح في العالم لا تنتهي، في الأدب والفن، في الموسيقى والغناء، في المسرح والسينما، في المال والأعمال، في العلوم وفي السياسة، وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء. ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح. قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي فكري. قصة نجاح التي نقدمها لكم اليوم هي قصة نجاح للمرأة عندما يعطيها المجتمع الفرصة لكي تطلق مواهبها وأفكارها فتحقق نجاحاتها المتوالية. ونحن اليوم مع نموذج مشرف للمرأة المصرية كتبت اسمها في سجل التاريخ باعتبارها أول سيدة تتولى منصب محافظ في تاريخ مصر الحديث، وهي أيضاً أول سيدة مصرية في التاريخ تتولى منصب نائب محافظ، وقبل ذلك هي أول سيدة في العالم تتولى رئاسة شركة مياه الشرب. قصة النجاح التي نقدمها اليوم هي قصة المهندسة نادية عبدو، أول امرأة تصبح محافظاً في تاريخ مصر، حيث كانت محافظاً لمحافظة البحيرة، وهي محافظة من محافظات شمال مصر وتقع جنوب الإسكندرية، وقد شغلت منصب المحافظ من فبراير من عام 2017 وحتى أغسطس من عام 2018. المهندسة نادية عبدو اسمها نادية أحمد عبدو صالح، حصلت على بكالوريوس هندسة من قسم كيمياء بجامعة الإسكندرية في عام 1965، ثم ماجستير الهندسة الصحية من الجامعة ذاتها عام 1968. تدرجت في عدة وظائف مثل نائب فني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من عام 1992 وحتى عام 2002، ثم أصبحت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الإسكندرية من عام 2002 حتى عام 2012 كأول سيدة في الوطن العربي تشغل هذا المنصب، ومستشارة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب محافظ البحيرة في أغسطس من عام 2013، ونائب رئيس الهيئة العليا للحكماء للمجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية. وقد شغلت المهندسة نادية عبدو منصب رئيس شركة مياه الشرب الإسكندرية لمدة 10 أعوام، وهي عضو لمجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر المتوسط IME بفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمي للمياه أكوا، وعضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية. كما كانت المهندسة نادية عبدو مقررة للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، وعضو نوادي سيدات الأنروال بالإسكندرية، ثم تم تعيينها نائباً لمحافظ البحيرة في عام 2013، وتولت الإشراف على المشروعات القومية بالمحافظة خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي لما لها من خبرة في هذا المجال. دكتورة نادية عبدو، يعني لو حبينا نبدأ قصة النجاح نبدأها من قمة النجاح، وصولك أول محافظ في مصر كلها في تاريخ مصر الحديث لمنصب هام جدا، وده ثقة من القيادة السياسية في مصر في حضرتك. أنا عايز يعني نبدأ من قمة النجاح ده ونعرف يعني رد فعلك وقتها. أنا برضه هقول لحضرتك إن أنا كنت أول نائب محافظ في مصر،
فدي برضو كانت حاجة بالنسبة لي زي ما أنت بتقول كانت رجة طبعا، ولأن يعني مركز جديد ومش عارفة لسه يعني الشغل فيه هيبقى إزاي. لكن أنا من حظي الحقيقة أن أنا عشان كنت رئيس شركة المية، شركة المية بيبقى فيها قوانين كثيرة جدا تمت إلى الحكم المحلي أو الإدارة المحلية، قوانين أنت عارف الحفر، قوانين الرخص، قوانين. فكان ليا باع في كده. كمان كنت مستفيدة قوي أن أنا كنت بتعامل مع حوالي 6-7 مليون بني آدم. كنت بغذي مية الإسكندرية، الساحل الشمالي، مرسى مطروح، تلت البحيرة. فبرضو التعامل مع المواطن فادني جدا أن أنا أبقى نائب محافظ ثم محافظ. نبأت عينك محافظ لم يكن يعني بنفس قوة نبأت عينك نائب محافظ؟ يسالي قال نائب محافظ كان أقوى. ليه؟ لأن هو التغيير، عارف يعني خلاص من رئيس شركة بقيت وزيرة. ثانيا محافظة البحيرة كلنا نعلم أنها تاني أكبر مساحة في مصر، وفيها من كل أنواع النشاط. يعني محافظة البحيرة 9500 كيلومتر مسطح، فيها مدن على البحر، رشيد وإتكو وكفر الدوار، فيها زراعة بتمثل 15% من زراعات مصر، هي سلة غذاء مصر حقيقة. فيها مناطق صناعية، فيها وادي النطرون على الصحراوي، بينها وبين اسكندرية 60 كيلو الطريق الزراعي. يعني محافظة فيها كل الأنشطة اللي ممكن حضرتك تتكلم فيها. فنائب محافظ كانت، وكان معايا الحقيقة اللي هو مصطفى عدهود، عالم من أعلام الهندسة والتصميم وكذا. واستغليت على طول بقى وأنا نائب. أولا كان في حاجة لازم تعرف، إحنا يوم ما رحنا استلمنا كنائب، الإخوان بقى ربنا يسهل لهم حرقوا المحافظة. فدي كانت من الوقفات اللي كانت شديدة جدا، كان الحمد لله تغلبنا عليه، وبعد 4-5 أشهر رجعنا المحافظة كما يجب أن تكون. لازم نعترف برضو إن عصر الرئيس السيسي علمنا إحنا كمهندسين حاجات كنا نسمع عنها لكن ما بنعملهاش. يعني أنا أول مشروع عملته وأنا نائب، ويمكن المحافظة الوحيدة في مصر اللي عملته، إن أنا دخلت مشروع الطاقة الشمسية. عملت مشروع طاقة شمسية لكل مباني المحافظة، ثم بعد ذلك عملت مشروع آخر طاقة شمسية للمجمع. فده طبعا بيدي بقى، عارف انك انت مش نائب انك انت بتشتغل بس كمحليات، لا ده انت مهندس وبتشتغل لمصر كلها، وبتشتغل كهندسة وبتدخل حاجة جديدة خالص. يعني زي ما بقول لحضرتك الطاقة الشمسية دي كنا احنا كمهندسين نسمع، لكن لما لقينا بقى مشروعات في مصر كذا كذا، قلت انا هقتحم وهعمل مشروع طاقة شمسية. الحمد لله نجحنا. اكتر حاجة فرحتني ان انا عملت جهاز من المهندسين والفنيين بقوا عارفين يعني ايه مشروع طاقة شمسية، ازاي بيصونوا هذا المشروع، ازاي بيشغلوه. فده كان، وده يمكن انا من طباعي او من يعني دايما ارضاء لنفسي، ان انا ببقى دايما سايبة صف تاني. كنائب بقى اولا طبعا التزمت جدا بالعلاقة مع السيادة المحافظ، ودي من الحاجات اللي بتبقى كتير قوي بيبقى فيه دايما حساسية. انما انا كنت عندي خط احمر، بعمل شغلي كل حاجة بتتقال له، هو ياخد القرار اللي عايزه. هو ايضا كان بيحترمني جدا، فكان الشارع كان مبسوط من محافظ ونائب محافظ. تدخلت بقى مع الناس طبعا كامرأة، مجلس قومي للمرأة، الطفولة والأمومة، اشتركت معهم كويس قوي. بدأت أعمل لقاءات مع المرأة، صحة المرأة دي، سواء في خفض الإنجاب، سواء في تعليم البنات، سواء في سلوكيات كثيرة بنعملها بطلتها. فدي كانت، وأنا نائب برضو الحقيقة بدأنا نشوف المناطق الصناعية. إحنا عندنا كان منطقة صناعية في وادي النطرون كانت متوقفة من سنة 99، جددنا الخرائط والمشروعات وكذا، والحمد لله. يعني قبل ما أوصل محافظ كان عندي 250 مشروع شغالين، وحوالي 100 أو 150 مشروع بيخلص إجراءاتهم. طب ده حصل إزاي؟ إنك أنت ما بتسيبش
ده استثمار في مصر. كانت لجان الاستثمار دي بدل ما بتبقى كل شهرين خليتها كل اسبوعين. فشوف انت بتجري ازاي. دي كانت مناطق صناعيه هايله. عملنا منطقه صناعيه جديده خالص في حوش عيسى. حوش عيسى دي كانت كان مقلب للقمامه. سوينا الارض وبرده قسمناها واستصدرنا القرار بتاع السيد رئيس الوزراء. والنهارده فيها مصانع شغاله، يعني كان فيها مصنع صيني بينتج علف، واحنا عارفين قيمه العلف بالنسبه لمصر. احنا عندنا مشكله ارتفاع اللحوم والدواجن سببه ايه؟ ان مفيش علف كفايه. فده كان اكبر مشروع بيدي حوالي مليار ونص دولار، وبينتج طبعا مش متذكره كم طن، لكن المشروع ناجح جدا. وهم بالمشروع ده ولما لقوا التسهيلات في انه ياخد الارض في المنطقه الصناعيه وياخد الكهرباء وياخد الميه، بدا ينتشر في البحيره في اماكن اخرى كثيره. الحاجه برضو اللي انا بعتز بيها جدا يمكن محافظه البحيره، ان لم تكن الوحيده فهي من المحافظات القليله ان كل البحيره عندها تخطيط عمراني، تخطيط استراتيجي، تخطيط للمدن والمراكز، تخطيط للقرى. يمكن التخطيط السكندري يعني فاضل يمكن زي ما انا ماشيه مثلا يمكن كم قريه. فانا بفتخر ان ده برضو انك انت بتجيب المهندسين وتتابع معاهم وتشجعهم وبرضو تشدهم وقت ما بيبقى في حاجه مش مظبوطه. مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هاي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني. يمه زعلتي، شنو رايك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان، مطعم عشتار؟ والله فكره، افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقى. ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزباين عشتار. وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة ستيرلينغ هايت. وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه 36255 ماير رود في مدينة ستيرلينغ هايت. هاتف 586-698-2585. 586-698-2585. يلا علا. يلا عشتار، للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم عشتار. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير، إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. سوا على الهواء. سوا طول سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. دكتورة نادية، يعني أنا عايز أعرف لما روحتي بقى تحليف اليمين أمام السيد الرئيس كان شعورك إيه وأنت رايحة بقى وأنت راجعة؟ ويعني أكيد مشاعر مختلطة، والمرأة طبعا عندها مشاعر جياشة وفياضة يعني. طبعا قبلها كنت متوجسة جدا، زي ما قلت لحضرتك مركز جديد ويا ترى هنجح ولا مش هنجح. البحيره مش محافظتي، انما برضو لا اخفي ان انا وانا رايحه في منتهى السعاده طبعا، في منتهى القشعريره، انك هتقابل سياده الرئيس، عايز تحط اهداف قدامك، طب هتعمل ايه؟ طب يبقى لا، بس انا طبعا قلت له شكرا جدا وبتاع، وبشكره على طول. الحقيقه احنا اللي بيحصل في مصر ده طفره انكريدبل، يعني اللي بيحصل ده حاجات لا تصدق لولا ان احنا شايفينها بعينينا. وبعدين في كل مناحي الحياه، كل مناحي الحياه في غزه. فطبعا سعدت جدا ان انا يعني حلفت اليمين. لكن قابلت الرئيس سيسي مره ثانيه في حلف اليمين في المحكمه محافظ، وانا محافظ بقى قابلته وانا محافظ. هقول حاجه برضو لازم ما انساهاش، ان انا وانا نائب سياده الرئيس
طلبني. انا طبعا السويتش بيقول لي يعني يكلمني الرئيس، افتكرت بيقصد المحافظ، فقلت له بتقول لي الرئيس اسمه سيادة المحافظ؟ قال لي لا يا فندم رئيسكم. فطبعا دي كانت مشاعر ما اقدرش اقول لحضرتك جياشه، حتى انا ابتديت الكلام قلت له يا فندم انا مش عارف اشتغل النهارده. قال لي طيب شوفي انا عندكم القمامه اخبارها ايه؟ قلت له والله كويسه. انا كنت ساعتها بقى نسيت اقول لحضرتك ان انا ابتديت وانا نائم برضو ابدا اعمل مصانع تدوير القمامه، وكنت رافضه تماما استلم بعض المعدات لانها ما كانتش مطابقه للمعايير. فسياده الرئيس قال لي بصي انا مش هحيرك، انت مش رافضه تستلمي المعدات، اوعي تستلميها، وفورا اول ما ترجعي اطلبي وزير الانتاج الحربي وقولي له انا طالبه مواصفات كذا كذا. طبعا دي كانت مكالمه لغايه النهارده يعني صداها في 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 في, في سمعي. فيعني هو ده كانت برضو من المواقف الجياشه جدا، وطبعا شجعتني وما خدتش المعدات وخدت اللي انا عايزاه. ده برضو بوري لحضرتك ان انا لا يمكن احيد عن العمل الصح في كل حاجه بقى. بالتاكيد طبعا قابلت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما بعد عندما اصبحت محافظ في اجتماع المحافظين، هل تتذكري كلمات منه يعني؟ والله في هذا الاجتماع برضو كان ساعتها بدء تطوير البحيرات. احنا عندنا في البحيرة في بحيرة إدكو، ودي كانت حوالي 40,000 فدان، وطبعا استقطع منها لغاية ما بقت 20,000، وعشان تتطهر بتبقى عايزة اسلوب علمي، مش هنروح نطهر. فهو شدد على ان البحيرات تعمل بكفاءة، وشدد على الطرق طبعا، وشدد على القمام ايضا. فالحمد لله احنا كنا من المحافظات المتقدمه. بقول لحضرتك احنا عملنا مصنعين لتدوير القمامه. بحيره ادكو كنا عملنا لها رسومات وازاي هنعملها، بس كان فاضل بقى ان احنا بنزيل التعديات وبنشوف بقى المجاري بتاعه المصارف، فدول كان لازم يتطهروا او قبل ما يرموا في البحيره لازم تتعمل محطه صرف صحي. في الحقيقه كنت دارسه الكلام ده كويس، ابتدينا بقى نشد على الكلام ده. برضو من ضمن الحاجات قال لك المواطن عندي نمرة واحد، والمواطن اللي غير قادر قبل المواطن القادر. فدي من ضمن التوصيات أيضا. عايزة أقول لحضرتك بقى لما بقيت محافظ، أنا لا يمكن أنسى أول ما بقيت محافظ كم التهنئة اللي جت لي، وكم الناس اللي جولي من إذاعات من تلفزيونات من أعضاء مجلس الشعب. من كانت فرحة الحقيقة حلوة جدا 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 جدا. يعني شعورت طبعا أنت عارف محافظ أيوة، لكن ما تبقى أنت أول محافظ في مصر سيدة، فالحقيقة يعني كنت ممتنة جدا جدا جدا. هو ده اللي كنت عايز أسأله حضرتك، يعني أول محافظ امرأة في مصر عبر تاريخ الحديث كله، كان شعور أو رد فعل المجتمع المصري سواء المسؤولين أو التنفيذيين أو البرلمانيين أو المواطن العادي حتى، كان رد فعلهم أكيد أنت حسيتيه طبعا. شوف حضرتك وأنا محافظ كان رد الفعل جميل جدا. ليه؟ لأن أنا وأنا نائب محافظ أنت عارف 2013 دي كان لسه مصر مش مستقرة، وفي ناس المعارضين بسبب وبدون سبب، أنت عارف الأحزاب اللي هي صغيرة. فوانا نائب قالوا احنا مش عايزين نائب محافظ سيده ومش من بلدنا. فالمحافظ ساعتها كان حرد، قلت له تسمح لي ان انا ارد؟ فقلت لهم اولا انا تم تعييني، كان تعينت بسياده الرئيس السابق عدلي منصور، وانا نائب كان لسه سياده الرئيس ما ماسكش. ثانيا انا رئيس شركه الميه 10 سنين. ثالثا انا تلت الميه في البحيره انا اللي كنت بديها لكم. رابعا انا زوجة لرجل فاضل من ابطال مصر، اولادي مهندسين محترمين كذا. اهم حاجه ان انا لم يحدث في يوم ان انا عطيت لابني ارض ولا فيلا ولا 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 شغله ولا اي حاجه. فأنا عايز أعرف أنتم معترضين ليه؟ المهندسة نادية عبده زي ما ذكرنا في البداية كانت أول رئيس شركة مياه في العالم. في العالم ولا في الوطن العربي؟ لا لا في العالم، في العالم أتأكد من الحتة دي. أنا كنت أول سيدة مصرية أمسك إدارة شركة مياه. تاني سيدة كانت سيدة هولندية،
ثالث سيدة كانت من وسط أفريقيا. قابلت السيدة الهولندية، يعني هي الحقيقة لما تعينت كانت برضو أول سيدة في هولندا أو في يعني في العالم تمسك في أوروبا تمسك محافظ. فالحقيقة دعتني للاحتفال اللي هم عاملينه لهذه السيدة، واحتفلنا مع بعض وكان يوم جميل جدا، وأكيد هي هتكون بصحة وكده. وتالت سيدة من جنوب أفريقيا. حضرتك طبعا كنت مسؤول عن ضخ المياه للمواطن المصري في اسكندرية والبحيرة على ما أعتقد. البحيرة والساحل الشمالي ومرسى مطروح. وقتها كانت يعني كنت مسؤول عن محافظتين، محافظة اسكندرية ثم الساحل الشمالي انت عارف طوله 280 كيلومتر، ومحافظة مطروح دي بالكامل كانت بتاخد مية، وتلت محافظة البحيرة. طيب حضرتك بقى كإنسانة يعني وكامرأة، يعني طبعا زي ما قلت أنا المرأة دايما عندها مشاعر كده وفياضة وكده، وانت بالليل كده لما بتيجي تنامي بالليل كده وتبتدي تفكري في المواطن وفي الحياة، بتبتدي تفكري في ان انا ممكن اكون مسؤولة عن مثلا اتسبب في مرض انسان بسبب تلوث المياه، كنت بتعملي بتفكري يعني اكيد في وانت بتحاسبي نفسك بالليل قبل ما تنامي في حاجات كتيره بتختلط في ذهنك، الميه حلوه وحشه، لا طب انا ممكن اتسبب في مرض شخص اتسبب في كده. يعني شوف حضرتك انا برضو كان حظي حلو جدا، انا رؤسائي والمتعايشين لهم كل الصحه والتحيه والاموات لهم كل الغفران. انا يعني اترقيت بسرعه جدا في شركة المية من أول يوم رحت، والحقيقة أنا بشتغل بجدية وبنزل الأحواض وبنزل المرشحات وتعينت في المعمل الأول، فدرست المية كويس وخدت ماجستير على طول في الهندسة الصحية، يعني بتعرف هندسة المعدات جوه والصحة إيه الأمراض اللي بتتنقل، طيب إزاي بتقدر تداويها، إزاي بتقدر تقضي عليها. مثلا على سبيل المثال لما كنت في المعمل كان كل يوم انت عارف الصحة متراقب علينا، كان كل يوم يجي لي من المحافظة ان احنا عندنا مثلا 20 عينة غير مطابقة، فده قلقني جدا. عملت بحث نظري وعلمي وعملي، لقيت ان احنا انت عارف شركة مياه اسكندرية اول شركة يعني في مصر كانت سنة 1890 شركة اسكندرية، فكانت بتستخدم نوع من المطهرات اسمها كلورامين، كله اتطور بقى كلور. طبعا هما كانوا وقتها مظبوط لان كلورامين يعني مش هخش في حاجات كده، فقمت عامله بقول لحضرتك البحث ده، قسمت المحطه مريت نصين، نص بقيت اديله الكلورامين اللي كان بيستخدم ونص اعطيته الكلور، لقيت فرق شاسع في ان العينات تطلع مطابقه فورا. خدت القرار، مع ان طبعا ده كنت صغيره جدا ساعتها يعني كان ما بقاليش 7-8 سنين، وقدمت الحته دي لمجلس الاداره، وما اقدرش اقول لحضرتك اعطوني مكافاه ساعتها 20 جنيه 20 جنيه ده كان انما زي ما بتقول حضرتك ان انا لا يمكن اسمع دولار وشويه كده لا بس وقتها كان يقبل ويكفي التقدير. يعني احنا استمعنا لقصه نجاح كمحافظ كنائب محافظ أول نائب محافظ في مصر، ثم أول محافظ في مصر أيضا في تاريخها الحديث، ثم قصة نجاح كأول رئيس شركة مياه شرب على مستوى العالم. عايزين قصة النجاح اللي داخل البيت، وطبعا السادة المستمعين السيدة المهندسة نادي عبده والدة أبطال في كرة السلة ومعروفين جدا على مستوى الوطن العربي، وأيضا كانت زوجة عليه رحمة الله أحد أبطال البحرية المصرية. نتكلم عن الأسرة وقصة نجاحك فيها. طبعا في بداية شغلي في شركة المية كنا صغيرين طبعا، لكن ما قدرش أقول لك كان في قد إيه تعاون من زوجي العزيز رحمة الله عليه، إن هو ما كانش يعني كنا ساعتها اللي هو محمود صدقي رحمة الله عليه، وكان من أبطال حرب أكتوبر، فكان في معاونة غير عادية. أنا في نفس الوقت كان لا يمكن أبقى مهملة في أي شيء في البيت، يعني طبعا وقتها إحنا كان بيبقى عندنا حد بيساعدنا في البيت على طول، لكن كان لازم قبل ما أنزل أبقى مرتبة إيه اللي هيتعمل، الأولاد هيعملوا إيه، الأولاد كانوا في مدارس فرنسية في سان مارك،
فواجباتهم كلها كانت معمولة. أنا يمكن بتكلم لغة إنجليزية كويسة قوي، لكن الفرنسية كان فيها الأكسان مش كده، فأخدت معاهم دروس عشان الأكس عشان ما ذاكر لهم يبقى يعني. فكنت أبدا يعني غير مقصرة في أي حاجة في منزلي، ده غير إن أنا طبعا بعدها كنا مشتركين في نوادي الروتري ونوادي الإنر ويل وبنعمل مشروعات خيرية. وإنما طبعا لا يمكن أنسى دمس خلق هذا الرجل المرحوم العظيم ومساعدته. أولادي برضو الحمد لله زي ما بقول لحضرتك والله عمري ما حد منهم أخذ درس، وكانوا متفوقين الاثنين مهندسين، وكانوا في نفس الوقت يعني أنا الولاد وديتهم يلعبوا باسكت في سمارك في الميني باسكت. يعني أشرف الكبير كان هو عنده 7-8 سنين، أخوه كان عنده 5 سنين، وبدأوا يعني تحولوا بقى إلى نادي الاتحاد. وده أنا بقول كان المحافظ بالأمر قال لك دي حاجة قومية، دوري لازم يجوا نادي الاتحاد اللي هو السكندري يعني. وخدوا أياميها الأولمبياد وسافروا. طبعا الأستاذ المستمعين الكابتن أشرف صدقي نجم كرة سلة في مصر ونجم المنتخب المصري، وأيضا الكابتن أيمن صدقي. أيوه بالظبط، بس الأحفاد بيلعبوا برضو الأحفاد بيلعبوا سلة برضو، بس هما كانوا الحقيقة كنت بتمتع الحقيقة برؤية الماتشات مش بس بيهم. نادي الاتحاد ده كان يعني يوم ما الواحد يروح الماتش يرجع ما ينامش من كتر الفرح والسعادة. في جمهور ببعت له من هنا كل تحية، أنا لغاية دلوقتي الجمهور ده بيجيلي ويقابلني أكيد الجالة العربية فيها يعني مشجعين لنادي الاتحاد السكندري يعني أكيد أكيد. فكانت أجواء جميلة جدا 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 وتنافس شريف ولا أنسى بقى شوف كان وقتها أشرف كان في الكلية، بس كان بيبقى عندنا دورات مرة في مصر ومرة في طنطا، كنت أنا والوالد بناخد أشرف نسافر بيه ونبقى مولعين النور يذاكر، مفيش حاجة اسمها أنت بتلعب باسكت بس الكلية لازم تنجح. فالحمد لله كلهم نجحوا من أول دور وجابوا نتائج، بحمد ربنا عليهم وعلى أخلاقهم والحمد لله. مرحبا سعيد. أهلا علا. ليش هالمقابلة الفاترة هاي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني. يما زعلتي، شنو رأيك إذا لقيتك وأيضا غديتك بأحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار؟ والله فكرة، أفضل الأطباق والمقبلات العربية والعراقية وأحلى ملقى. ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة أنواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة أيضا مميزة. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة تيرلي هايت. وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه 36255 راين رود في مدينة ستيرلينغ هايت. هاتف 586-698-2585. 586-698-2585. يلا علا يلا عشتار، للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم عشتار. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. سوا على الهواء. سوا طول سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموز كنا. دكتورة نادية، لما كنت صغيرة شوية وكان الأولاد في السن المبكر يعني، وكان يقول لك يا ماما نفسنا تطبخينا أكلة جميلة، كنت بتعملي لهم أو أكل أهم أكل عندك يعني؟ بص حضرتك الحمد لله أنا بطبخ كل حاجة يعني، بطبخ كل حاجة. يمكن من الأكلات الحلوة اللي كنت بحبها أنت عارف الكانيلوني، الفطاير اللي هي محشية حاجات مختلفة. كان عندنا البوشي ده كنا ممكن نحشيه بالفراخ باللحمة. كان مثلا على طول في البيت فيه البسكوتات، بسكوت اللي باليانسون ده لازم يبقى موجود.
بتدخلي حضرتك المطبخ لغايه دلوقتي؟ بص لغايه دلوقتي بدخل يوم يبقوا الولاد بيتغدوا عندي، لكن انا لوحدي الحقيقه عندي برضو حد بيعاوني، اكلي قليل قوي. فما بس انا بقى لما ما يبقاش عندي واحد كل يوم بعمل ليا حاجات بسيطه، لكن اعرف اعمل كل حاجه. لكن لما معاك كنت محافظ بقى، كنت بتدخل المطبخ برضو ولا لا؟ بص وانا محافظ بس برضو هقول لحضرتك عمري ما قصرت. كان لازم قبل ما انزل الصبح هتعملي كذا كذا، وتحضري مثلا، دايما برجع طبعا بعد وقت الغداء هتحضري للسياده اللي هو الاكل كذا، هتعملي لي لبكره كذا، يعني كان لازم ابقى منظمه ماذا يحدث. يعني انت حضرتك كنت في مدرسه في اسكندريه هنا؟ كنت في الرمل الثانويه والرمل الاعداديه، احسن تعليم. كانت النظره بتاعتي الدكتوره دوله ابله دوله فكري، كانت يعني سيدات فضليات، واحنا لغايه دلوقتي مجموعه ثانوي ومجموعه اعدادي كانت بتقابل على طول. الحمد لله. يعني وانت في ثانوي كده دكتوره ناديه، البنت لما بيسألها دايما في السنة دي دايما بتقول انا عايزة اطلع دكتورة غالبا يعني، او مضيف الطيران او كده. حضرتك فكرت في يوم من الايام انك هتكوني محافظ في يوم من الايام، محافظ كاول سيدة مصرية كمان؟ لا خالص طبعا، لا في وقتها لا. انا الحقيقة وقت ما اتخرجت من توجيهية انا بحب قوي الكيمياء، كنت بجيب النمرة النهائية فيها، فكان املي ان انا ابقى اخش كلية الصيدلة. كان عندي برضو حد من قرايبي كلية الصيدلة، كنت فخورة بيه جدا. بس سنتها كانت أول سنة كلية الهندسة تاخد مجموع أعلى من الصيدلة، وساعتها بقى كانت مصر بدأت تتجه إلى الصناعة. فالحقيقة أخواتي وكده قالوا لي لا، يبقى نخش أحسن هندسة. إنما دخلت هندسة قسم كيمياء، اللي هو برضو بقول لحضرتك بحب الكيمياء يعني. فبرضو كانت سنوات جميلة جدا. وعلى فكرة الهندسة الكيميائية انا بقول ان هو ده احسن قسم في الهندسه الكيماويه، انت بتتعلم كل الصناعات اللي في الدنيا. دكتور نادي عبدو، هل زرتي امريكا؟ طبعا كتير. في شركه الميه كان عندنا معونه من المعونه الامريكيه، واياميها الحقيقه لففونا كل الولايات من الغرب للشرق. كنا بنروح عارف نشوف المحطات الميه عندهم بتشتغل ازاي، المعامل بتشتغل ازاي. طبعا كنا بنشوف بقى كل الاكتيفيتيز اللي موجوده. وانا على المجال الشخصي سافرت مع زوجي كتير، رحنا اورلاندو، رحنا لاس فيغاس، يعني كنا بنسافر باستمرار الى الخارج. يعني كل الاماكن وفي ذهني دلوقتي لغايه دلوقتي، والحقيقه لغايه دلوقتي انا عندي اصدقاء او معارف من المعونه الامريكيه، برضو بتصل بيهم في اعيادهم، بيتصلوا بيا. فلا طبعا رحت امريكا لفتها. اعتقد رحله جميله ومثيره ايضا للدهشه وللاعجاب وللتقدير. واعتقد ان حضرتك يعني المراه المصريه يعني دلوقتي غير من 20 وغير 30 و40 سنه، يعني اعتقد تطور رهيب جدا صادف المراه المصريه. هو ده مظبوط. بس انا بقول برضو للفتيات بناتي واخواتي الصغيرين، يعني انا بحكي ان انا كنت في كل المراكز دي، لكن كنت بعمل كل حاجة. حاليا أنا زعلانة قوي من الأكل بتشارع من برة، الاعتماد على الغير. يعني لازم السيدة برضو تبقى هي اللي بتطبخ في بيتها، هي اللي بتشوف ولادها يأكلوا أكل صحي إزاي. ما ينفعش إن أنا عشان أستريح، أنا بقول حركة، كنت بشتغل في شركة المية وشغلها كان شاق جدا جدا وقتها، لأنه كنا بنطلب خلال 24 ساعة، لأن ما كانش ساعتها فيه ولا كهرباء ولا قطع غيار ولا كده. إنما كنت مواظبة إن الأكل لازم يبقى صحي، الأكل لازم يبقى في البيت، لازم يبقى. دلوقتي كل السيدات أو كتير قوي منهم بيستسهلوا إنهم يشتروا الأكل برا، وده وعشان كده في أمراض ظهرت. الرياضة برضو مش في كل البيوت، في إحنا سعيدة دلوقتي في أبطال في اللعبات الفردية ما شاء الله عليهم، وحتى الجماعية. يعني الحمد لله بقول لك مصر طالعة لفوق في كل حاجة. لكن أنا نفسي السيدة، ربنا قال الجنة تحت أقدامنا ليه، عشان بنشتغل كتير. فأنا أتمنى أنهم برضو يحافظوا على أزواجهم. يعني زيادة نسبة الطلاق بتشغلني جدا وببقى مش سعيدة. فهي دي المرأة طبعا اتغيرت، أنها بقى لها مراكز أكتر وشغل هام أكتر. بس كنت أنا دايما أقول
للمهندسات في شركة المياه وفي المحافظة. احنا كمرأة اول حاجة في حياتنا بيتنا، بيت الزوجية، وجنبه على طول الشغل. وتتمني يكون عندك بنت يا دكتورة نادية؟ اكيد اكيد اكيد. بس في الاحفاد بنات؟ ايه عندي بنت. انجي جميلة. دكتورة نادية عبد، يعني من خلال المشوار الطويل والمليان ثراء وتجارب مختلفة، الحكمة اللي خرجت بيها في النهاية؟ بص هقول لحضرتك حاجة، انا الحكمة دي حطيتها في مكتبي في شركة المية وانا لسه مدير ادارة، وكان بيجتمع عندي في يوم من الايام، بقول لحضرتك في الوقت ده كنا ازاي نزود مية والمحطات واقفة، فكتبت مقولة كده عجبتني: واعز ما يبقى وداد دائم، ان المناصب لا تدوم طويلا. انا متمتعة بهذه المقولة لغاية دلوقتي، يعني ما اقدرش اقول لحضرتك شوف انا سايبة المية من سنة 2012 وسايبة المحافظة هو من سنة ونص. لو أقول لحضرتك لغاية النهاردة علاقاتي ممتدة مع أبنائي في شركة المية وأخواتي ورؤسائي وفي المحافظة، ما أقدرش أقول لحضرتك المكالمات واللقاءات فدي هو ده الوداد الدائم اللي أنا بقول عليه. وعلى فكرة بقول لكل الناس، بيبقى جميل جدا لما أنت تسيب مكان وتلاقي هذا الزخم. مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هاي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني. يمه زعلتي، شنو رايك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان، مطعم اشتار؟ والله فكره، افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقا. ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة اشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة ستيرلينغ هايت. واكيد احلى لمة واطيب لقمة في مطعم اشتار اللي عنوانه 36215 راين رود في مدينة ستيرلينغ هايت. هاتف 586-698-2585. يلا علا يلا اشتار، للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم اشتار. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية، ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه ويحتاجه، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة، للمساعدة باستمرار هذا الجهد الكبير. إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. أصدقائي المستمعين، دي كانت رحلة من رحلاتنا الشهرية قصة نجاح. النهاردة كانت قصة نجاح مبهرة جدا لامرأة مصرية عصرية، امرأة كانت تلقب في مصر بالمرأة الحديدية لأنها كانت أول نائب محافظ. غيروا لي اللقب ده وأنا في البحيرة، أقول لا المرأة الوطنية. المرأة يعني كنت بفرح قوي بالمرأة الحديدية، لكن ما انساش إن كان في رئيس هندسة الري قال لهم لا يا فندم دي اسمها المرأة الوطنية. المرأة الوطنية الدكتورة المهندسة نادي عبدو، أول نائب محافظ في مصر، أول محافظ في تاريخ مصر الحديث، وهي أيضا أول رئيس شركة مياه في العالم كما ذكرت لنا، وهي أيضا زوجة البطل من أبطال أكتوبر، وهي أيضا أم لأبطال مصر في كرة السلة كابتن أشرف صدقي والكابتن أيمن صدقي. دكتورة يعني إحنا سعداء جدا بهذه الرحلة الجميلة وقصة نجاح حقيقي تعطي قدوة ونموذج لكل فتاة، ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي. أعتقد مستمعينا في الوطن العربي من الجاليات العربية اللي موجودة في أمريكا أيضا أكيد استمتعوا بهذا اللقاء جدا. شكرا جزيلا، بشكرك جدا، وببعث كل تحياتي لكل الأماكن في العالم اللي هتسمع هذا الحديث، وأتمنى أن أنا أتواصل معهم وأشوفهم، وأشكرك جدا جدا جدا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح.